أقرأ. أختي الصغيرة. اسم أختي الصغيرة وداد، تحب رسم الزهور والورود بقلم من مداد. ليست وداد اليوم كعادتها، تبحث في غرفتها وتحت وسادتها عن شيء مفقود. سألت ماما، سألت بابا، سألت أخاها المحبوب. وداد بحثت في صندوق ألعابها وفي كل أنحاء غرفتها، فما سر بحثها؟ ترى ماذا ضيعت وداد؟ صاحت وداد بكل قوتها: وجدته، كتابي، وهو هدية جدتي، فأنا لا أترك عادتي، أقرأ في وحدتي، وهذا سر فرحتي.